سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله عن نزول هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقالت أين سنكون؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنكون عند الصراط. وقت المرور على الصراط لا يوجد إلا ثلاث أماكن فقط: جهنم، الجنة، والصراط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي، أول أمة ستمر على الصراط أمة محمد. لن يكون هناك سوى مكانين: الجنة والنار. ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تجتاز جهنم. ينصب جسر فوق جهنم اسمه الصراط بعرض جهنم كلها، إذا مررت عليه وصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يستقبل أهل الجنة: اللهم إنا نسألك جنتك. أما مواصفات الصراط: أدق أي أرفع من الشعرة، أحد من السيف، شديد الظلمة، تحته جهنم سوداء مظلمة تكاد تميز من الغيظ، حاملا أنت ذنوبك كلها مجسمة على ظهرك، فتجعل المرور بطيئا لأصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ بالله، أو سريعة كالبرق إذا كانت خفيفة. عليها كلاليب أي خطاطيف، وتحتك شوك مدبب تجرح القدم وتخدشها، وذلك تكفير ذنب الكلمات الحرام والنظر الحرام إلى آخره. سماع أصوات صراخ عالي لكل من تزل قدمه ويسقط في قاع جهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف في نهاية الصراط عند باب الجنة، يراك تضع قدمك على أول الصراط، يدعو لك قائلا: يا رب سلم، يا رب سلم. يرى العبد الناس أمامه، منهم من يسقط ومنهم من ينجو، ولا يبالي أحد بالآخر. وقد يرى العبد والده وأمه، ولكن لا يبالي بهما أيضا، فكل ما يهمه في تلك اللحظة هو نفسه فقط. يروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها تذكرت يوم القيامة فبكت، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بك يا عائشة؟ فقالت تذكرت يوم القيامة، فهل سنذكر آباءنا؟ هل سيذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إلا في ثلاث مواضع: عند الميزان، وعند تطاير الصحف، وعند الصراط. اصبروا ثم اصبروا على فتن الدنيا، فتن الدنيا سراب، فلنجاهد أنفسنا ولنعن بعضنا على بعض على أن نلتقي في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا ممن يعبر الصراط بسلام. يا رب أحسن خاتمتنا، فهل تعتقد بعد هذا كله أن هناك أحد يستحق منك أن تحقد عليه وتضيع أعمالك بسببه؟ نصيحة: دع الخلق للخالق. اسأل نفسك كم عمري وكم بقي لي، بل هل تضمن العيش بعد ساعة أو بعد دقيقة أو بعد ثانية؟ يقول إبليس لله عز وجل وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون، فأستغفر الله وأتوب إليه. إخواني أكثروا من الاستغفار لعله ينقذنا يوم القيامة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.